تونس دولة صغيرة، الكلمة هذه متداولة برشا وفكرة راسخة في مخاخنا ملي احنا صغار. لهنا سؤال مطروح، هل انه بالحق تونس دولة صغيرة جغرافيا؟ الكلنا في المدرسة قرينا في كتاب الجغرافيا بأن تونس تقع في شمال إفريقيا، موقع استراتيجي تطل على البحر الأبيض المتوسط وعندها موقع استراتيجي مهم، عدد سكانها 12 مليون نسمة، طول سواحلها 1150 كيلومتر ومساحتها 163 ألف كيلومتر. لهنا 163 ألف كيلومتر نسطروا عليها مرتين، هل أنه دولة مساحتها 163 ألف كيلومتر تعتبر دولة صغيرة ولا كبيرة؟ احنا كنا سألنا فئة من المجتمع وهذه كانت إجابتها. هي تونس تتسمى صغيرة المساحة متاحة، خطر مساحتها 164 ألف كيلومتر مربع، وزادة تحس فيها اختلال في توزيع متاع السكان، خطر 70% من السكان موجودين في جهة الشمال الشرقي والوسط الغربي أكثر. تونس نعتبرها ثرية جغرافيا صغيرة، توفر فيها جميع مكونات الطبيعة، الجبل والبحر والصحراء كلهم موجودين عندنا والغابات، يعني من الشمال الجنوب وانت تمشي فما التنوع، فما تنصورش صغيرة كلمة تعطي لتونس حق. مع دول شمال افريقيا تتسمى صغيرة، اما مع دول اوروبية تتسمى عادية اكبر من برشا دول متقدمة في العالم. هنا نشوفها كبيرة، معناها تونس بالنسبة لبلدان اخرين كتقارنهم ما نعرفش انا مثل بفرنسا ولا ايطاليا، بالرسمي راه تلقاها معناها كبيرة فريسك نفس الكبر الزوز مع بعضهم. هذا رأي فئة من المجتمع التونسي، من عرش نتاو نحب ناخو رأيكم، هل انتم تعتبروا تونس دولة صغيرة جغرافيا اي ولا لا؟ هادي انت شنو رأيك؟ ماهيش صغيرة، هي بلد متوسطة الحجم. انا نرى انا راه مش كبيره برشا زيدا، معناها مش صغيره، مش صغيره باش نقولوا صغيره، مش كبيره، مش كبيره بمعنى انه كبيره برشا. هذا اجابتي. عزيز، في بالك اللي تونس تحتل المرتبه الثالثه في المساحه بين الدول الشماليه الافريقيه بعد الجزائر وليبيا بيان سور. عزيز في بالك اللي هي مراجعه درسها، في بالك ولا في بالك اللي انا معش خليك تربحني في حتى بوان. هذوما بالحق نساء وبلادي، نساء ونصف. عيعتنا الإجابة صحيح. كي نشوفوا خريطة العالم نلقاو تونس دولة صغيرة من حيث الحجم مقارنة بجيرانها الجزائر اللي مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع واللي تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث المساحة، ونلقاو زادة جارتها الأخرى ليبيا 1.7 مليون كيلومتر، وهذا من بين الأسباب اللي تخلي تونس تبان صغيرة في الخريطة بحكم جات بين زوز دول كبار وعمالقة، لكن الواقع مخالف تماما لهذا، وين نلقاو على قرابة 200 دولة تونس تحتل المرتبة 92 عالميا من حيث المساحة، وهذا يعني أنه تونس أكبر من شتر بلدان العالم. يجي ناخذ مثال قرنوها ببعض الدول الأوروبية، تونس أكبر من اليونان، البرتغال، سويسرا، هولندا، الدنمارك، بلجيكيا، سربيا، بلغاريا، تشيك وعدة بلدان أخرى. إجا تو مثال نقارنوا تونس ببعض الدول العربية، وين نلقاو تونس أكبر من الأردن، أكبر من الإمارات، لبنان، قطر، الكويت والبحرين، وعلى فكرة ولاية قفصة وحدها أكبر من دولة البحرين. أي دولة البحرين هي أصغر دولة من أصغر دول في العالم. قفصة مساحتها 8.9 كيلومتر، في المقابل البحرين مساحتها 8.2 كيلومتر. نزيدكم زيادة، لو كان نجمع قطر والإمارات والكويت والبحرين مع بعضهم تونس تبقى أكبر منهم. واللي احنا نبدأ نحكيه على الدول هذية كيني جنة على على الأرض. خلينا نزيد نقدموا أكثر في المقارنة، مقارنة تونس مع بعض الدول الأفريقية، وين نلقاو تونس أكبر من رواندا، مالاوي، البنين، ليبيريا، التوغو، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية والسيراليون، وهكا يظهر لي بين بالكاشف بكون تونس ماهيش صغيرة وتونس كبيرة جغرافيا وتاريخيا. يعطيك صحة عزيز على الريسيرش هذية اللي عملتها، على المعلومات هذية، وأنك في هذا التصحيح في أول مرة حبيت تحكي على تونس بيان سور، تونس الخضراء. برافو عزيز. شكرا. برافو زيد هادي. شكرا. مش نهاء، تحية لنهاء. يعطيك الصحة زيد أنت هادي على مختلف الفقرات اللي أثثتهم معنا. احنا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في ويكاند الحياة.